السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، رب تكونوا دايما بخير. سعر الدولار والعملات في مصر اليوم الجمعة 25/8/2023، نستعرض حالا سعر الدولار والعملات في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء. بإذن الله الدولار ارتفاع خيالي، سعر ما حصلش يمكن في تاريخه. حالا نستعرض اولا سعر العملات في البنوك. سجل الجنيه الاسترليني شراء 38 جنيه فاصلة 86 قرش، الدرهم الاماراتي شراء 8 جنيه فاصلة 39 قرش شراء، سعر الدينار الأردني شراء 42 جنيه فاصلة 79 قرش. تحديث لأسعار الدولار والعملات معنا بإذن الله، دينار كويتي شراء 99 جنيه فاصلة 80 قرش، الريال القطري شراء 8 جنيه فاصلة 9 قروش، سجل الريال السعودي شراء 8 جنيه فاصلة 20 قرش. سعر الدولار في البنوك اليوم 30 جنيه فاصلة 85 قرش. أسعار الدولار في السوق السوداء، سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء ارتفاع تاريخي، الشراء سجل 40 جنيه فاصلة 51 قرش، والبيع سجل 41 جنيه فاصلة 88 قرش. أسأل الله لكم الخير كله عاجله وآجله ورب العالمين. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.